اسمي مايا عبد الهادي. بناء على تجربتي كأم أكاد أجزم إن الطفل المصري ده أذكى طفل في العالم. صحيح الظروف ما أتاحتليش إن أنا أربي جنسيات تانية، بس ما أعتقدش إن في أذكى من كده. الموضوع كبير، مش مسألة أسئلة عن غيبيات ولا موضوعات تانية محرجة زي الجواز وتفاصيل قدوم الميمون للدنيا. لازم تفهمي إن ابنك ده كائن مستقل بذاته، عنده أحلامه المستقلة، أحلامه اللي تناسب قدراته هو، تناسب مواهبه هو. مش لازم يكون مسخ ملوش شخصية، متعود الناس هما اللي يحلموا له وهما اللي يفكروا له. بحب أسأل ماما أسئلة كتير من وأنا صغير، كتير أوي، متعود إنها تجيبها لي على الفيسبوك لو هي معرفتهاش أو على الإنترنت، وأقول للأطفال يسألوا كتير عشان يكونوا ذكيين زيي. مش المهم انك تلاقي مخرج لاسئلته المحرجه من وجهه نظرك، المهم انك تلاقي اجابات دايما مقنعه بالنسبه له. طبعا اكيد باسم حضراتكم وباسم كل الامهات العربيات في كل مكان، واتمنى ان الكتاب ده كمان يترجم. بشكر الكاتبه الرائعه مي عبد الهادي على الكتاب الحلو ده. ازيك يا مي؟ اهلا وسهلا بحضرتك. انا اللي بشكر حضرتك على الاستضافه حبيبتي. اهلا وسهلا بيكي، شرفتينا ونورتينا. وباسم كل الامهات وكل الاباء في مصر بشكرك جدا على الفكره بتاعه الكتاب ده. بس خلينا اسالك، جات لك الفكره ازاي؟ والله الفكرة جات لي من ابني، يعني من كتر الأسئلة اللي كان بيسألها لي من سن صغير، من 3 سنين، كان عنده 3 سنين وقتها. أول اسمه ايه ابن حضرتك؟ يوسف. يوسف، ربنا يخلي. ربنا يخليك. هو زي كل الأطفال بيحب يسأل وعايز يعرف، ودايما كل أم هي بالنسبة للطفل هي حلقة الوصل بينه وبين الكون طبعا، فلازم إنها تجاوب دايما على الأسئلة اللي بيسألها. احنا أحيانا بنزهق، أحيانا بنبقى مشغولين طول الوقت، هتلاقي ان الام يا اما مثلا بتطبخ، يا اما سايقه، يا اما واخداهم سحبهم على الدروس، على النادي، على التمارين، فالسيستم نفسه صعب. فكل ما الولد يسال على حاجه تقول مش فاضيه دلوقتي، بعدين، مش فاضيه بعدين، وكلها اسئله منطقيه، وفي اسئله طبعا مش منطقيه خالص، بس طبعاً. كلها طبعا بس كلها اسئله من حقه يعرفها، من حقه يتعلم. الإجابة على الأسئلة دي لقيت إن الموضوع خطر جدا، مش فكرة إنها مجرد أسئلة وعايز إجاباتها، لا، الأسئلة دي بتشكل وجدانه، بتشكل منظومة القيم عنده. يعني الموضوع أنا فعلا شايفة إنه كبير، وشايفة إن التربية أنا بدأت أذاكر بقى. يعني لسه هسألك، لسه هقول لك، أنت استعنتي بحد من أساتذتنا في علم النفس المساعد حضرتك في الكتاب، أو في مراجع رجعتي ليها علشان يبقى الكتاب فعلا يعني كافي ووافي زي ما بيقولوا؟ ربنا يخليكي. هو الحقيقه انه الكتاب انا بتكلم فيه عن الاساس، عن اخطائي في التربيه، اخطاء حضرتك الشخصيه، اخطائي انا، تجربتي الذاتيه كأم، وكاتبه بقى يعني ايه اللي ليا واللي عليا، يعني علشان انا شايفه ان احنا بنتعلم من اخطاء. معلش بس هنا عايزه اسالك سؤال كده، ترتيبك كام في اخواتك؟ الثانيه. عشان كده عارفه دايما الكبيره بيبقى عندها وعي اكتر بالتربيه، وبتبقى عارفه لان هي بتبقى الام البديله في البيت. ما هو في 3 بعدي، انا الاكبر مني. يعني ولد. جربتي فيهم؟ انا البنت الكبيره. جربت فيهم. بس فهي الفكره انه ازاي احنا كامهات ندور على اجابات مناسبه للطفل، ما تشوهش تفكيره، مناسبه لعمره، وتبقى كمان مقنعه بالنسبه له، مش اللي هو يعني كده يعني كده، لا، لازم تكون الاجابه مقنعه. فانا لقيت ان الموضوع لا صعب، مش سهل خالص طبعاً. انا في الاساس مانيش كاتبه، يعني انا بكتب حاجات، بكتب ادب، يعني مانيش كاتبه تربويه، يعني مش تخصصي. ولكن لقيت ان انا ممكن من خلال ان انا كنت بشتغل معادل برامج 12 سنه، فلقيت ان انا عندي علاقات كتير بدكاتره واخصائيين نفسيين، لقيت ان الموضوع ولقيت الموضوع فعلا شاغلني جدا يعني. ونفسي الحاجات اللي قريتها دي او يعني تجربتي ناس كتير يستفيدوا منها. برافو، ربنا يخليكي. فاستعنت بالدكتور ايهاب عيد، استاذ رقايه الاطفال بجامعه عين شمس، وهو يعني ما شاء الله عليه حد اكاديمي، وقصدت انه يكون حد اكاديمي. انا اعرف ناس كتير طبعا. جدا من الشباب الكويسين جدا في مجال التربيه الايجابيه، وبيعملوا كورسات ناجحه جدا، بس انا قصدت يبقى فيه مرجعيه اكاديميه طبعا. في الكتاب طبعا. فهو عامل شابتر كامل بيتكلم فيه عن الاجابات بقى اللي ما ينفعش ان انا كأم اجتهد فيها، لازم يبقى فيه راي علم النفس فيها. وده يعلمنا كأمهات ان احنا محتاجين نذاكر تربيه،
نماذج زي ايه كده يا مي؟ يعني ايه الاسئله مثلا اللي هو حضرته حطها، والاسئله الصعبه جدا اللي ما ينفعش اي ام لما ابنها يسالها؟ انا مش قادره اقول لك الناس يعني اسئله قد ايه على صفحتنا، ان الموضوع فعلا مهم جدا. وكمان اتمنى ان حضرتك تشرفينا كمان مره، لان الموضوع ما يكفيهوش حلقه بصراحه. ده تشرفني جدا. محتاج حلقات طبعا، لان هو موضوع كبير وبنربي نشأ. فايه الاسئله اللي هو من وجهه نظر بقى يعني الدكتور الاكاديمي، ايه من وجهة نظره الاسئلة اللي انا كأم ما جاوبش كده ببساطة على ابني، برضو عشان مشاهدينا يستفيدوا؟ الحقيقة الاسئلة اللي مرتبطة بالغيبيات، الاسئلة العقائدية اللي هتبني بقى عنده يعني منظومة القيم كلها، هتبني شخصيته وهتبني ميوله الدينية. دلوقتي هتلاقي نسبة للأسف نسبة الإلحاد زادت جدا جدا، أو نسبة التعصب. تمام. لكن الناس اللي هي فاهمة الدين صح أو فاهمة ربنا صح فعلا مهما كانوا حتى دارسين، فعلا قليلين جدا اللي فاهمين الدين صح. فانت عشان تكوني ام عارفه تزرعي ايه في ابنك، لازم اصلا تبقي فاهمه انت عايزه لازم طب تكوني انت نكمل عارفه. ده بس، ناخد محمد.